ولمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في لبنان ودور حزب الله في تأزيم الأوضاع ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت رئيس تحرير موقع شنوبية الأستاذ عادل أمين. مرحبا بك معنا. تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. صحيفة التايمز البريطانية تقول إن الأزمة الاقتصادية في لبنان دفعت عوائل لنشر إعلانات تعرض من خلالها أثاث المنزل، الملابس، حتى الأحذية للبيع. إذا كانت الأزمة متفاقمة الآن بهذه الدرجة، لماذا وصلنا إلى هذا النوع من التأزم الاقتصادي في لبنان؟ يعني في مظاهر عديدة للأزمة القائمة اليوم، منها مثلا لأنه عم نتحدث اليوم يعني في ظاهرتي انتحار حصلت لأسباب تتعلق بالأزمة المعيشية الاقتصادية اليوم، واحدة في بيروت وأخرى في إقليم الخروب، وهذا يعني غير مسبوق في لبنان بهذا الشكل اللي عم نشوفه. وبنفس الوقت يجب أن يعني نذكر أو نشير للمشاهد الكريم بأنه ببساطة الدولار كان قبل 5 أو 6 أشهر نحو 1500 ليرة سعر صرف الدولار، اليوم سعر صرف الدولار تجاوز 9000 ليرة لبنانية، يعني في نحو 80% من قيمة العملة اللبنانية، وهذا ما أشارت إليه تقارير، لأن فقدت قيمتها. وهذا بالضرورة يمكن أن نتخيل أن القدرة الشرائية للمواطنين في بلد يعني يستورد معظم يعني ما يحتاجه من الخارج، لبنان ذهب بعيدا في السياسات المتراكمة في المرحلة السابقة نحو نحو الاستيراد، وهذه السياسة التي اعتمدت طيلة السنوات الماضية التي قامت على الدين أنه الدولة تتدين من الخارج ومن الودائع، كان هذا يغطي الخلل السياسي والاقتصادي القائم في البلد، والذي بطبيعة الحال حزب الله شكل في السنوات الأخيرة العنوان الأبرز للإدارة السياسية وحتى الاقتصادية، بمعنى أنه غطى هذه السياسة الاقتصادية والمالية في لبنان، والتي وصلت إلى مرحلة أنه يعني لبنان على كما يقال على ريحة العقوبات، حصل انهيار هائل، وهذا بطبيعة الحال نتيجة كل هذه السياسات السابقة التي كانت. لكن حزب الله كما تعلم أستاذ علي يقترح الآن للخروج من هذه الأزمة التوجه شرقا لتفادي الأزمة التي يعيشها لبنان، هل الشرق المتمثل في روسيا والصين سيكون قادرا على حل أزمة لبنان؟ الأزمة ليست بأن لبنان يعني إلى أين يتجه، إلى الغرب أو إلى الشرق، ليست المشكلة هنا، هذا هروب من المشكلة. أصلا لبنان تعامل مع الصين ومع روسيا وحتى مع إيران وغير إيران، ويستورد بضائع من كل هذه الدول، ليس هناك المشكلة الأساسية في بنية السلطة القائمة التي قامت بأسسها على المحاصصة والفساد، وهي لا تريد أو لا تستطيع لأنه انتحار إلى الخروج من هذه المعادلة. إذا يجب أن نركز بداية أن المشكلة داخلية أساسية تتعلق بالفساد المستحكم والذي ارتبط، يعني أصبح فساد سياسي مرتبط بالعملية السياسية، وليس وأي عملية إصلاح يعني انهيار هذا الهيكل السياسي، لذلك هم لا يريدون أن يصلحون فيتحدثون عن الشرق، الذهاب إلى الشرق. ببساطة أولا من ناحية الشرق، يعني اليوم يقولون نريد أن نذهب إلى الصين، هل الصين دولة يعني تقوم بتقديم مساعدات؟ الصين دولة مثل أي دولة في العالم، إذا أرادت أن تقوم باستثمارات تريد أموال في مقابل هذه الاستثمارات، بالتالي ليس هناك يعني مشكلة لا عند أحد أنه تذهب إلى الصين، لكن هل الدولة اللبنانية، هل الصين لديها ثقة بالدولة اللبنانية لأن تقوم بعقد أي اتفاق وأي هذا من جهة. هناك أسئلة كثيرة مطروحة يعني، لكن دعنا نتوقف عند أمر مهم أستاذ علي لو سمحت لي. نحن نعرف قبل شهور قامت مظاهرات كبيرة في لبنان وكان الوضع الاقتصادي متأزما وكذلك السياسي، والأسباب التي تفضلت بها قبل قليل هي كانت دوافع تلك المظاهرات. الآن الوضع ازداد تأزما وصعوبة على المواطن، ولا سيما مع وجود جائحة كورونا، ومع ذلك لا نجد هناك حراك جماهيري شعبي بالمستوى الذي كان قبل فترة.
يعني لنكن موضوعيين اولا، يعني ويجب ان ناخذ الامور بموضوعيه. نعم. المشهد الشعبي والمشهد التظاهرات في الشارع حدث، والرساله وصلت الى السلطه السياسيه، ولا اعتقد انه الامر يحتاج الى ان يكون هناك حشود بالشارع وهو المعيار اليوم لذلك. انا اعتقد انه هناك تحركات في كل المناطق اللبنانيه اليوم، المساله لم تعد مساله ان ينزل الى الشارع مئات الالاف من اللبنانيين او ملايين من اللبنانيين. الازمه ليست هنا وليس هذه هي المشكله، نحن امام سلطه، الشعب اللبناني يعرف ان هذه سلطه تستحكم بالسلطه بالقوه العسكريه والامنيه، وايضا ان الشارع اللبناني وهذه السلطه فقدت كل يعني اي ثقه، ليس لديها لا ثقه داخليه وليس لديها ثقة حتى خارجية. يعني دائما بلبنان يقال أن الخارج هو الذي يعني يشكل غطاء لكثير من القوى الداخلية في لبنان. إذا نظرنا ودققنا اليوم في السلطة، هذه السلطة كل يوم تسمع تأنيب من الخارج، والتأنيب من كل الجهات وليس من جهة واحدة، وهي عاجزة عن استقطاب دولار واحد من الخارج، فضلا أنها عاجزة عن القيام بأي إنجاز داخلي على مستوى الخروج من المأزق. برأيي الانطباع أو بمعنى الموقف اللبناني العام، الشعب العام، وأصبح ضد هذه السلطة، وهو ونشهد تحركات موجودة في كل المناطق على مستوى حتى يعني، وبرأيي هذه التحركات أهم، بمعنى أنه الشارع اليوم يذهب إلى مكامن الفساد، تراهم يذهبون إلى شركة الكهرباء، إلى الإدارات العامة، إلى البلديات، إلى القضاء، إلى الكذا، في تحركات، وهذه تأخذ بعد أنها تصوب على مكامن الخلل. نعم. في الإدارة وصلت اللبنانية. الفكرة أستاذ علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.